أهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج بصراحة. موضوع نقاشنا لليوم سنخصصه لمتلازمة الاغتراب الأبوية، ماهيتها، ما هي خصوصيتها، وما هي أهم تمظهراتها، وماذا يترتب عنها من انعكاسات على الطفل والأسرة والمجتمع. مقاربة نفسية، تربوية، واجتماعية وقانونية. لمناقشة هذا الموضوع نرحب معنا بالدكتورة أمينة برجاج، اختصاصية في العلاج النفسي للأطفال والمراهقين والعلاج العائلي النسقي. مرحبا بك معنا دكتورة أمينة برجاج. أهلا وسهلا، مرحبا. يسعدنا وجودك معنا. وأنا أسعد، شكرا. ونرحب أيضا معنا مشاهدينا بالسيدة عائشة مسيدي، رئيسة مكتب الصحة المدرسية والأمن الإنساني. مرحبا بك معنا سيدة مسيدي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أيضا. يسعدنا تواجدك معنا. وأنا أسعد كذلك. وأيضا مشاهدينا يسعدنا أن يكون معنا من خارج البلاتو الأستاذ محمد زردة، رئيس مكتب القضاء الأسري بطنجة. طيب دكتورة، موضوعنا لليوم هو موضوع ربما يعني كما يتبادر للذهن قلما نضع عليه اليد للنقاش. ماذا نعني بهذه المتلازمة، متلازمة الاغتراب الأبوية؟ يعني ماهيتها، ما هي خصوصيتها؟ يعني أولا هو الموضوع حديث العهد بالنسبة للعالم، يعني في الثمانينات، ماشي يعني موجود من قديم، ولكن في الثمانينات تم تشخيص بعض الأعراض كيعانيو منها الأطفال اللي كتكون ناتجة عن علاقة ما بين الأب والأم كوحدة كتفترق على بعض، وكيصبح الطفل أو الطفلة رهين في هذا الصراع، لأن الأبوين في هذه الصيرورة هذه ما تمكنوش يعملوا واحد الطلاق اللي يمكن يكون احنا وظيفي. احنا كنعرفوا على ان الابوين عندهم المستوى كزوجين، هذا مستوى، وكاين المستوى ديالهم كابوين. لما كيصبحوا ابوين ما كيخصهمش يضحيوا بالمستوى الاول، اذا كيحتفظوا بالمستوى الاول والثاني. المستوى الاول الا فشلوا فيه ماشي ضروري يفشلوا في الثاني. فاحيانا كيكون نزاعات بين الابوين ما كتكونش واضحه واحد الطرف، ولكن ماشي الطرف معناه هو المسؤول. نعم. لأن احنا عندنا الأب أو الأم المضيف والمستضيف. يعني الحاضن. يعني الحاضن أو الحاضنة. لأن لما كيتقرر الطفل يضل مع الأم أو مع الأب هذا كيتم المستضيف، لأن ماشي وضعية طبيعية، لأنه هو دائما خصو يكون الضيف. نعم. في هذا الفصل هذا وفي هذه المرحلة الجديدة كنلاحظوا على أنه الطفل أحيانا كيأدي الثمن على الصراعات، لأن الأبوين بجوج ما استطعوش يتوصلوا إلى طلاق وظيفي. نعم. يعني احتفظوا بالورقه ديالهم كابوين ويمكن يسيروها مزيان ما يعرقلوا شيء، فكيصبح الطفل اسير في هذه العلاقه، وهذا كيترتب عليه عده اعراض. طيب دكتوره، لماذا سمي تحديدا بهذا الاسم، يعني هذا الاغتراب، متلازمه الاغتراب الابويه؟ طيب هذا كلمه الاغتراب او الاستلاب هي كلمه في الاصل فلسفيه، نتج عن فلسفه، هي لما الاشياء مثلا وضعيه المراه. نعم. باش نعطيو مثال لان كتجي واضح. المراه لما كتكون طفله صغيره يعني كتدخل نظرا للتبعيه ديالها للعائله ديالها، ما عندهاش استقلاليه، كيبدا يستعمل يعني واحد غسل الدماغ باش كتوصل تفكر على ان الاشياء اللي هي طبيعيه تكون عندها كتحرم منها، وكتبنى اشياء اللي ماشي طبيعيه بالنسبه ليها وكتصبح مستلبه. نعم. اي كتبنى اشياء اللي ضد الطبيعه ديالها، واللي كيوهم المجتمع على ان مفروض عليها تمشي فيها هذه هذه. المراه خصها تكون الانوثه وخصها تكون كذا وخصها تكون، فهمتي، ما يمكنش تقن حاجه اخرى، لدرجه كتصبح هي كتدافع يعني لهاد المكتسبات. هاد النوع ديال الاستغراب هي على ان الابوين كيتخلوا على الوظيفه ديالهم التراتبيه ديالهم، لان خصهم يكونوا فوقيين التراتبيه ديالهم، كيضحيوا بها
وكيشبعوا واحد الاشياء اللي هي كتصبح ضدهم، ضد كل منجزات ديالهم اللي عملوها، فكيصبحوا يعني مستلبين، ما كيقوموش ما كيستطعوش يقوموا بالدور ديالهم كابوين. نعم. طيب سيدة عائشة، يعني هل انطلاقا يعني من عملكم، هل لديكم بعض الحالات، هل عينتم بعض الحالات، وهل هذه الظاهرة يمكن أن تستدعي ربما انطلاقا من المؤسسات التعليمية تستدعي الوقوف لرصدها من كل هذه الجوانب؟ لا يخفى على الجميع أن المؤسسة التعليمية ما هي إلا وحدة مصغرة للمجتمع ككل. إذا كانت هذه الحالة موجودة في المجتمع فبالضرورة في المؤسسة التعليمية لابد أن تكون متواجدة. نعم. إلا أن الاختصاصي الذي سوف يرصد هذه الظاهرة أو يعدد الحالات يمكن أن نقول أنه في مؤسستنا يمكن تقريبا شبه منعدم. نعم. هناك محاولات شخصية، وكما قالت الدكتورة أن اصلا المصطلح هو تقريبا حديث. نعم. التعامل معه ايضا يحتاج الى وقت لكي يتم التعامل معه بحرفيه وبمهنيه. فما ادراك في مؤسستنا التعليميه التي تفتقد الى المساعد الاجتماعي او معالج نفسي او مختص نفسي. اذا الحالات مثل هذه الحالات يمكن ان نحن نعرفها من قبل من خلال معاينتنا لبعض الحالات التي عندما نبحث عن الاسباب بالنسبه للطفل مثلا يقوم بأعمال أو بسلوكات غير سليمة بالنظر اختلال، عندما نبحث عن الأسباب يمكن أن نجد أن هناك حالة طلاق بين الأبوين وأن الطفل مع أحدهما والآخر يشوه صورة الأب أو الأم بالحال على حسب الحاضن. من هنا نستخلص أن هذا الطفل طبعا له هذا المتلازمة وهذا الخلل. طيب. ما كحرفيين طبعا رجال التعليم ليست لهم هذه المهارة أكيد. طيب غير هل عينتم بعض الحالات التي يعني ربما فيها هذه المتلازمة؟ أكيد عينتم. أكيد أن هناك حالات ربما في الغالب حالات الطلاق دائما تنعكس سلبا على الأطفال. أطفال. فأصبحنا في بعض الأحيان نقول أن الأب عندما يطلق الأم يطلق معها الأبناء أيضا، وفي غالب الأحيان هؤلاء الأبناء تشوه الأم صورة الأب في نظرهم، فطبعا يحدث عن هذا أو ينجم عن هذا مجموعة من الاختلالات النفسية نحاول أن نتعامل معها على قدر المستطاع طبعا. أكيد. طيب دكتورة برقاش، يعني ما هي أهم الخطوط العريضة لهذه المتلازمة حتى يعني المشاهدين يتبينوا ويسجلوا معنا هذه الظاهرة ربما اللي هي جديدة وحديثة على الناس؟ ماشي أي طلاق كيؤدي لهذا التناظر. باش نكونوا واضحين، اولا يطلق عليه، عفوا دكتوره، يطلق عليه ايضا تناظر. تناظر. نعم. متلازمه او تناظر. متلازمه او تناظر، يعني مرادفتين. ماشي دائما ضروري يكون هو في التشخيص، خصو الانسان يكون عنده نوع من الاحتياط. نعم. لان لما كيتصاب الطلاق كما قالت الاستاذه، على ان الاطفال الى وقع خصام بين الابوين كيشعروا دائما بالذنب، لان ايام الازمه كنرددوا باستمرار انا عليكم باش انا كنضل مع الاب ديالكم لو ما كنتوش انتوما، لو ما يعني هذا الخطاب كيخلق لهم على ان فعلا يمكن يكون هما السبب في الطلاق. نعم. فكتوقع لهم صدمات مثل ما كتوقع من الام ومن الاب الى اخره. ما كاين مشكله، كنتظروا واحد اللحظه حتى يدوز داك الشيء. لما كتصبح بعض الاعراض، لان الطفل شنو كي باش يقدر يتحمل، كيقسم كيقول كاين الاب الممتاز وكاين الاب ويعني وكاين الام اللي هي مثلا ماشي ممتازه، كي باش يشرح باش يتقبل الوضعيه. اذا اش كيعمل؟ كيميل اللي هو كيعاني اكثر باش يحميه، وكيرفض وكيشوه الصوره الاخر يتقبل. هذا كيخلق واحد التحالف تكلمنا عليه مرارا، كيتم التحالف المرضي. نعم. اي تحالف، لان التحالف الطبيعي هي في التراتبيه، الاب والام كيتفقوا وكيواجهوا الطفل. نعم. ببرامج حتى ولو في الطلاق، لما الام كتلتجأ للطفل او الطفل للام والاب كينعزل، كلهم مسؤولين، احنا ما كايناش، ما يمكنش نشوفوا عيلي ان الام والاب، الطفل كيعمل ميكانيزمات الحمايه ديالو كيلتصق باللي هو كيعاني اكثر وكيشد فيه
لان كيقول هذيك هي الطريقه انجح باش يحميه وكيزيد يشوه من درجه على ان احيانا حتى لما كيوصلوا للقضاء كيوقف الطفل وكيكرر يعني جميع كيجرم الاب باش يحمي مثلا الام، هذه هي الظاهره اللي كتكون اكثر وجودا، وكيعاني حتى من الرغبه ديالو، يمكن يميل من الاب ديالو كيعاني منها لان كيخاف، ما كيخلق له الشعور بالذنب وكيخلق له مشاكل الولاء وكيخلق له، وهذا كله كيخلق له تعثرات في الحياه، كيصبح اسير بين الابوين يعني. طيب دكتوره، يعني ما هي اهم محددات الوساطه التي يمكن ان تستنبت فيها هذه الظاهره متلازمه الاغتراب؟ طيب، لان دائما كنقولوا على ان في الدوره الحياتيه للاسره كاينه مراحل، وكل مرحله خصها تجاوب على الاحتياجات ديالها. دائما كاين مستوى ديال الزوجين، مستوى العشق، مستوى الحب، مستوى ديك الغرفه الممتازه اللي كنحافظوا عليها، اللي كنحلوا فيها صراعاتنا، اللي كنحلوا فيها مشاكل ديالنا، ومن بعد كنلبسوا اللباس كابوين. لما كنربحوا كيجيو الاولاد كنربحوا ماشي كنخسروا، كيكون عندنا مرجعيتين، يعني دابا الان انا ام ودابا انا زوجه الى اخره. احيانا الناس ما كتنسلخش من دور الى دور، ما كتعيشوش، لان من العوامل اللي كاينه هي في المجتمع ديالنا كاينه التدخل للاسره الموسعه، كيفرضوا كثير من الاشياء، كيعملوا تشخيصات من عندهم، ولو اصبحت يعني اسره نوويه تماما. اذا لما كيوقع مثلا، لما كيوقع الطلاق خصوصا، حنا كنشوفوا لان هما كيقولوا على ان اللي زاد في دور البروز ديال هذا التناضر هي على ان الطلاق تزاد، نسبة الطلاق تزاد في العالم ماشي غير في المغرب. وبالضروره يعني عاد زاد هذه الظاهره. زادت علاش؟ وكذلك لان اليوم الان تقدم العالم، والمراه بدات كترغب تحقق ذاتها من خلال العمل خارج الدار. لماذا؟ لان العمل داخل الدار غير مرئي. كتبحث على مرئيه وتكون منتجه في المجتمع. صح. لما كتكون غير مرئيه كتبحث عليها. والزوج الاب بصفه عامه، ومع الاسف في الوطن ديالنا العربي، ما كيلتزمش مع التطور ديال الحياه وينسجم ويقوم بالاعمال ديال البيت وديك الشيء، يعني كيخصو جميع الاشياء اللي ربحات تبقى له، وفي نفس الوقت المراه تبقى كما كانت. هذا كيخلق صراعات اللي كتهم الهويه الانسان، يعني صعيبه في الداخل. الطفل كيحس بهذا الانشقاق، بهذه هكذا. صحيح. اذا لما كيوقع الطلاق ما كنقولوش اذا على مستوى الزوجين ما نجحناش، ولكن على مستوى الابوين يمكن نحاولوا، لان احنا بعض المرات ما كتجينا شي حاله استعداد للطلاق. كنحاول ماشي كنطلقوا الناس ابدا، كنحاولوا لما كيوصل ضروري الطلاق كنشتغلوا على اساس الناس اللي حلول ربما تكون باقل خسائر، لانه الطلاق وظيفي. نعم، باقل خسائر نفسيه. وفعلا يعني كينجح، لان ماشي كينجح لان احنا عندنا عبقريه، كتحس ديك الناس عندهم استعداد لان كيجيو يناقشوا كيجيو في الاستشاره. طيب استاذه عائشه، يعني انطلاقا من المؤسسات التعليميه، يعني هل هذه الحالات ربما تجدون في اغلبها ان السبب ديال المباشر هو الطلاق؟ في الغالب، في الغالب، في الغالب الطلاق، او عندما تكون هناك مشاكل اجتماعيه عميقه داخل الاسر. الاب بعض الاحيان يكون موجودا وهو في الحقيقه غير موجود. الام تقريبا هي التي تعيل الاسره، الام تقريبا هي التي تقوم بجميع الوظائف. اذا في الغالب الاطفال بحال قالت الدكتوره يتجهون نحو التعلق بالام والنبذ او النفور من الاب، ويجسدون هذا النفور من خلال بعض السلوكات داخل الاقسام وفي داخل المؤسسه التعليميه. نستكشف من خلالها ان هذا الطفل يعاني من هذه المتلازمه او هذا التناضر نظرا لظروف اسريه غير سليمه او لوسط اسري غير سليم. ما هي التمظهرات التي ربما من خلالها تدقون ناقوس الخطر؟ بالنسبه للتمظهرات احيانا يكون هناك انسحاب بالنسبه للطفل الذي يعيش خاصه من هذا المشكل بالضبط، انسحاب من العمل داخل القسم، انسحاب من تكوين علاقات سواء مع الزملاء ديالو او مع الاساتذه او الطاقم التربوي او الاداري، او العكس تماما. نعم.
إبراز نوع من الغضب، نوع من السلوكات العنيفة تجاه الأصدقاء ديالو الزملاء أو تجاه الأساتذة أو تجاه الممتلكات بصفة عامة. في الغالب الحالات العنف التي نحاول أن نعالجها داخل المؤسسات التعليمية عندما نبحث عن أسبابها من أجل تشخيص الطريقة التي يمكن أن نحل بها لهذا المشكل، نجد في الغالب أن هناك علاقات أسرية مفككة تحتاج إلى تحسين. نعم. بالضرورة حتى وإن لم يكن هناك طلاق. نعم. طيب إذا سمحتوا لي سننتقل لوجهة نظر الأستاذ محمد زردة رئيس قسم القضاء الأسري بطنجة لنستقرئ معه ونستجلي الإطار القانوني لهذه الظاهرة وإلى أي حد حاول المشرع المغربي الحفاظ على مقتضيات القانون الذي يحمي الطفل نفسيا واجتماعيا بعد طلاق الأبوين. فلنتابع. فيما يخص الآثار ديال التفكك الأسري على الأطفال والنمو الطبيعي ديالهم، بالنسبة للمشرع المغربي تناولوا في مجموعة من القوانين وأهمها مدونة الأسرة في المادة 54. المادة 54 تتقول بأنه راه كاين الأطفال عندهم حقوق على الآباء ديالهم. هاد الحقوق كتجلى في الحماية ديال الحياة ديالهم، ديال الصحة ديالهم، في التربية ديالهم، في التمدرس ديالهم، كذلك في التعليم ديالهم، كذلك أن هاد بالنسبة لشريحة معينة من الأطفال وهي ديال المصابين بإعاقة أو ذوي الإعاقة، هنا لزم المشرع الآباء أنهم يقوموا إلى جانب الحقوق اللي هي أو الالتزامات اللي هي شرط لها في المادة 54 مسبقا أنهم يديروا واحد العناية خاصة لحماية هؤلاء الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو أي إعاقة. هذا في الترسانة القانونية. كذلك من المنظومة الحقوقية المشرع المغربي صادق على مجموعة من الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات ما بين 1980 إلى 1900 أو إلى 2014. 1980 كاين عندنا جوج ديال الاتفاقيات، اتفاقيه لاهاي ديال المسؤوليه الابويه والتشريع المطبق في الحاله ديال ملي كيكون نزاع، وكذلك الاتفاقيه ديال اختطاف الاطفال ديال 1980. كذلك كاين الاتفاقيه ديال 1989 اللي صادق عليها المغرب في 1993 الخاصه بحقوق الطفل. كذلك اخر اتفاقيه وهي الاتفاقيه ديال اتفاقيه ستراسبورغ ديال 21 ماي 1996 اللي صادق عليها المشرع المغربي في 27 مارس 2014 المتعلقه بالحمايه الاجرائيه للاطفال ملي كيكون نزاع ما بين الابوين ديالهم باش ما يكونوا لا في هذا الاتجاه ولا في ذاك. لكن في الواقع ان عندنا جوج ديال الحالات. الحاله الاولى اللي تتعلق بالعلاقه الزوجيه قائمه، هنا ملي كيوقع نزاع ما بين الابوين اللي كيؤدي الضحيه اللي كيؤدي الثمن وهم الأطفال وخاصة المتمدرسون. كذلك الحالة الثانية وهي اللي كتتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية سواء بطلاق أو بتطليق. هنايا كنلقاو بعض المشاكل اللي كتحال ديال الأطفال على القضاء فيما يتعلق بصلة الرحم مثلا، كذلك فيما يتعلق بالتمدرس ديالهم، كذلك فيما يتعلق بالسفر خارج المغرب. وهنايا لابد من نذكروا كذلك بالنسبه لواحد الشريحه مهمه من المغاربه والمغربيات اللي كيكونوا عندهم ابناء اللي كيعيشوا خارج ارض الوطن، وملي كتوقع او كيوقع طلاق او تطليق كنلقاو صعوبه او كيلقاو هما صعوبه في احاله القضايا ديالهم على القضاء من اجل الاذن بمغادره هؤلاء الاطفال لارض التراب الوطني من اجل التمدرس ديالهم خارج ارض الوطن. هنا لابد من الاشاره كذلك للاطفال ديال المهاجرين، لانه بحكم ان المغرب ولا بلد ديال استقبال ديال جميع الجنسيات، الابناء ديال جميع الجنسيات، وكذلك الاطفال ديال اللاجئين. هذا موضوع اخر ممكن نتناوله في حصه مقبله ان شاء الله. إذن هذه كانت وجهة نظر الأستاذ محمد زردة من الجانب القانوني. يعني ربما لديكما تعليق على ما تفضل به الأستاذ. لا أكثر من تعليق، أظن هي توحيد النظر ما يكون إلا بزواج عدة وجهات النظر. نعم. لأن احنا كنقولوا كنتكلموا على تناظر يعني الاستغراب، لأنه هو مركب، يعني الموضوع مركب بعين أخذ عين الاعتبار، لأن بعد الطلاق كتكون اضطرابات لدى الأطفال. نعم. اضطرابات عدة ما يمكنش نسميوها تناظر، يعني هذيك اضطرابات ديال التكيف على الوضعية الجديدة.
وفعلا يعني الوالدين عفوا دكتوره هل يعون يعني هاد المفارقات ما بين الاضطرابات العاديه وبين الانواع بين اضطرابات ديال هاد المتلازمه؟ نعم لا جميع الانواع لا المتلازمه لا، لان المتلازمه خصك تكون خارج باش تشوفها. نعم لان داخل انه قاضي الاسره هنا كتجي الاهميه ديال التدخل ديالو، لانك خصك تشوف الاب والام والطفل والوسط اللي كيعيش فيه بالتركيبه ديالو كامله. نعم. والقضاء المقاربه شامله ومتفاعله فيما بين البين. اذا القضاء كيخصو في المواضيع بحال هكذا ما يتمش التاخر، لان الطفل في واحد السن تطوري كيتبدل، ما يمكنش اجراءات استعجاليه نحطوا الملف في الرفوف الى حتى تدوز عامين ثلاث سنين، لان الاب ما كيعطيش النفقه. لان الاسره عندها دور اساسي في الحمايه، والاسره عندها الحمايه على مستوى ثلاثه، يعني كيخصها تحمي الطفل بجميع المحتياجات ديالو. نعم. وكيخصها تعلمو كيفاش يحمي نفسه. نعم. وكيخصها تعلمو يحمي الممتلكات ديالو الطبيعيه والثقافيه الى اخره. هذا عمل صعب لما كيكونوا الاباء غير قادرين باش يمكنوا يعني الطفل من تعلم هذه الحمايات على هذا المستوى المركب. القضاء كيخصو ياخذ وجهه النظر ديالو باش يفرض الحمايه للطفل قبل كل شيء. ويعملها في اقرب وقت ممكن، لان لما كطول الاعراض، لان الطفل احيانا كيقول لي ما كنفهمش علاش الاب ديالي مثلا عنده 30,000 درهم وحكموا عليه كيعطيني 2000 درهم. تمام. فهمتي؟ ما كيفهمش. ما كيستوعبش. حنا الراشدين حنا عاجزين نكونوا البدائل. تمام. اذا القضاء كيكون هو البديل. وواحده من خاصيات القضاء ومن حقوق الطفل واحتياج ديالو هي الانصات. فالطفل عنده ضروري القاضي ما يعرف يتصنت عليه، لان احيانا كيكون مسخن باش كيمشي يحكي اللي حفظ كيعد. كيخصو الطفل يعطي له شوفوا بواحد الطريقه في واحد المكتب بواحد الاسلوب بواحد هذه قريب يكون نوعا ما حميمي. نعم. لا داجه بلا احتياج باش يسمح له يتامن عليه ويعبر على الاحتياجات ديالو. صحيح. ولا في حاله الخبره، لان هذه احيانا كتتم المطالبه بالخبره، ديك الخبره كتكون ما كتكونش خبره متكامله، لان الخبره الوحيده اللي يمكن تعطينا هي الخبره اللي تكون عائليه داخل النسق، يعني كتضم الناس كامل خبره على الجميع، وتكون كذلك خبره ديال العلاقات ما بين الاشخاص اللي كيكونوا هذه الوحده باش كنكونوا وجهه نظر. اذا كنقولوا احنا هذا الموضوع كيشمل العائله بهذا الثلاثي ديالها، كيشمل المهنيين حتى احنا مسؤولين كاملين. نعم. سواء في التعليم سواء، لان احنا مازال عندنا في التعليم كيشوفوا الاثار ديال العنف الاسري وما كيشكيوش ما كيبلغوش عليه، وثم كاينه المهنيين مازال يعني من الطابوهات والمواضيع اللي ربما اللي هي مسكوت عنها داخل المجتمع. لا مسكوت عليها. نعم. لان ما كيمكنش. ومن بعد كاينه وجهه النظر ديال القضاء اللي عايسمح عندك الطفل بالانصات، وعايمكن يحرص المجموعه ككل بما فيهم المهنيين على ان الطفل عنده الحق في الانصات. تمام. الانصات مثلا تكلم الاستاذ كيقول باش العلاج باش انت ما تدرس باش، لان الطفل من الحقوق ديالو هي على ان حقه يتحرك ويمشي يبحث. العلاج يمكن يكون عنده امكانيه باش يمشي يتعالج على باغا ما كايناش هنايا، او الاختيار ديالو فين يعيش، او الاشياء هذا يعني القضاء كيمكن يضبطها وكيمثل ديك البديل ريتما الاباء. نعم. يدوزوا من الازمات ديالهم. طيب استاذه عائشه، يعني الى اي حد هذا التدخل القانوني يلعب دورا رئيسا ورياديا في الحد من هذه المتلازمه ديال الاغتراب؟ اللي يمكن نضيفه على اللي قالت الدكتوره هو ان الترسانه القانونيه هي ترسانه مهمه جدا. نعم. ودور القضاء هو دور مهم جدا، ولكن في الواقع لنتكلم بصراحة ونحن في برنامج بصراحة. نعم. في الغالب الأطفال هي الحلقة الأضعف، هي الحلقة التي لا تعطى لها المكانة التي تستحقها في الصراع بين الأب والأم. الأب بحال اللي قالت الدكتورة، الأب في الغالب يحاول ما أمكن أن يتملص من مسؤوليته، وطبعا نعرف أن هناك حماية لهذا الطفل اللي في غالب الأحيان هناك مجموعة من المناورات يقوم بها الأب أو المحامي أو
طبعا الحل ما كتكونش الصوره معكوسه، كتكون كتكونش الصوره معكوسه، يمكن ولكن في الغالب ان هذاك الطفل هو الذي يؤدي الثمن. نعم. واذا جينا نهضروا على الصحه النفسيه للطفل في هذه الحاله، في حاله النزاع القضائي بين الاب والام، الطفل هو الذي يتضرر اكثر. نعم. بالاضافه الى الام طبعا اذا كانت هي الحاضنه، واذا كانت حالتها الماديه غير ليس بالضروره يجب، بالضروره يجب ان يكون هناك تدخلا قانونيا وتدخل أكيد القضاء. اكيد ان ضروري من التدخل القضائي، ولكن ضروري ايضا ان يكون ان تكون هناك مقاربه شموليه، ان يكون هناك ان تتكفل مجموعه من القطاعات بهذا الطفل، لان هذاك الطفل هو بحال قلت في الاول انه هو الحلقه الاضعف، هو الذي تمارس عليه مجموعه من الضغوطات، هناك مجموعه من التجاذبات، هو الذي يدفع الضريبه في الاخير نفسيا واجتماعيا. الكل كيدفع الضريبه، عفوا الكل كيدفع الضريبه، لان حنا كنشوفوا ان الطفل كيحتاجنا الاسره. الطفل باش يعيش خصو البنيه ديالو الذاتيه، يعني الجهاز ديالو النفسي والمستوى المعرفي ومدرسته، كيف كيتصور ديك العالم كامل. الطفل هو الام والاب ديالو بالتاريخ ديالو من العائله ديالو، والطفل كيحتاج الفضاء، وكيحتاج الفضاء المدرسي باش معاشرة الاقران، وكيحتاج لواحد الفضاء العمومي. باش قلت انا هي مسؤوليه الجميع، لان اذا كان واحد الطفل في هذه الوضعيه هذه مثلا ديال هذا التنظر، كيحدى المدرسه ما كتكونلوش واحد الحاجه كتسمى ايزومورفيس. معنى اذا كان الطفل كيعاني من معاناه مثلا عنف داخل الاسره، وكيجي للمدرسه وكيلقى العنف داخل المدرسه، نعم. كتكون له قناعه باللي الدنيا كامله عنف، اذا كيبدا اللامبالاه، هو يمكن يعنف ويمكن يتعنف الدنيا هانيه. الى جا للمدرسه رحمه به هو ولا غيره، يلقى اجواء جميله، وبقى استقبال، وبقى احترام الوالدين ديالو، تقول له سيدي كباباك اللي لان حنا عندنا كل شيء كيتدخل، فهمتي. نعم. كتهرس له ديك التركيبه ديال كل شيء كيف كيف. نعم. فيبدا يقول اذا كاينه بصيص من الامل. طيب ربما التمظهرات ومميزات هذه المتلازمه محطه مهمه جدا في هذا النقاش. نعم. لكن سنتوقف على اللحظه فاصل مشاهدينا، وسنعود لكم لنستكمل باقي محاور هذا النقاش في برنامج بصراحه، لا تذهبوا بعيدا. عدنا لكم من جديد مشاهدينا، أنتم في ضيافة برنامج بصراحة على قناة ميديا تيفي، لنستكمل النقاش مع ضيوف هذا العدد، الدكتورة أمينة برقاش وأيضا الأستاذة عائشة مسيدي، مرحبا من جديد. مرحبا. طيب دكتورة وأكيد أستاذة عائشة، لديكما بعد الدكتوره انطلاقا من ممارستك المهنيه، والاستاذه عائشه انطلاقا يعني من الحالات اللي كتشاف يعني داخل المؤسسات التعليميه. دكتوره نبدا معك، ما هي السمات التي يمكن ان تميز هذا الطفل الذي يعاني من هذه المتلازمه؟ يعني ربما هو يعيش داخل اسره مفككه فيها مشاكل، فيها الم نفسي. نعم. هذه مرتبطه بالسن ديال الطفل. نعم. احيانا كتكون لما كيكون السن مثلا المراهقه، يعني ابتداء من 14 سنه، كتكون كارثه اكثر. نعم. لان تصور انت الطفل في اللحظه اللي كيخصو يبني الهويه ديالو ويخدم حياته ويتعلم يستقل على الاسره ديالو. نعم. ويتعلم يمشي بالجناحين ديالو يربيهم، يمشي بسلام بالذهاب والاياب. نعم. كيلقى راسو على ان اسير في واحد العلاقه اللي كتحرمه من التعود والتغذيه والتهيئ للحياه ديالو. اذا اش كيوقع له لما كيلقاش الاب معاه؟ نعم. باش يمكن يبني الهويه ديالو. الا كانت العلاقه جيده وظيفيه بين الاب والام حتى بعد الطلاق، وانا عندي امثله كثيره، يعني تستمر بوظيفتها السليمه حتى بعد الطلاق. الناس كيجيو لما كيجي امر كيهم الابن ديالهم، يعني كيجيو. نعم. كل واحد كيجي بوحده، كيجيو كيشاركوا في النقاش، كيكون داكشي مثلا ياخذوا قرارات فيما يخص تمدرس الابن، او فيما يخص اشياء مثلا الصحيه ديالو، او فيما يخص الرحلات ديالو بالشكل ديال الطبيعي، بشكل معقول. طبيعي، لان كانوا ناس في المستوى يعني تجاوزوا ديك العراقل
فهمتي، لان احنا ما نساوش على ان الطلاق يعاش كوصمه عار خصوصا للمراه المطلقه في مجتمعنا، لان كنضغوا ليها كانها فشلت في الحياه ديالها. نعم. بقات وخصها تضحي وما يمكنش يتزوج من جديد الى اخره الى اخره، لان هذا كيمثل كذلك بالنسبه لي صعوبه سيعيب عليها المجتمع. نعم. يقولوا لهم انتم قباحين سواء هي او هو، لان عنطيحوا في نفس بوتقه، هي بوتقه مفرغه. حنا نتهمهم ما نربحوا والو، ولكن لا حفظنا نخرجوا منهم شنو ما هو جميل عندهم، يعني في ديك البقايا ربما نخفوا من الضغوطات، لان حنا بسهوله كنعبروا وكنرميو اشياء هيدا قدحيه وكنقولوا الى اخره. نعم. وكيمكن نخفوا عليهم العيب. طيب استاذه عائشه، يعني ما هي المشكلات التي يمكن ان تحصل داخل المؤسسات التعليميه جراء هذه المتلازمه؟ ربما تدخل ايضا في اطار التمظهرات، يعني سمات هذا الطفل الذي يعاني من هذه الظاهره. الطفل الذي يعاني من هذه المتلازمه او من هذا التنظر في الغالب هو طفل اما منطوي على نفسه الى حد كبير، خجول جدا، لا يساهم في الانشطه داخل القسم او خارج القسم، علاقته بالزملاء ديالو هي علاقات تقريبا منعدمه، او هو طفل مشاكس يقوم بمجموعه من السلوكات العنيفه. الشكل الذي يمكن ان يجمع بين هذين الشكلين كما قال الدكتور حسب السن ديال الطفل، في الغالب في المرحله الابتدائيه يكون الطفل خجول جدا، او هو طفل منطوي على نفسه ودائما في حاله خوف او في حاله فزع، وكان الاخر هو الشر، اما الضروري ان يتقوقع على ذاته لكي يحمي نفسه من الاخرين. في المرحله الاعداديه وهي التي تناسب سن المراهقه تكون هناك تمظهرات على شكل سلوكات عنيفه او التفوه بكلمات نابيه مثلا، لانه تعود على مثلها او تطبع بهذه السلوكات داخل المنزل، مما يجعله يمارسها داخل مؤسسه تعليميه وكانها حاله طبيعيه. حاله طبيعيه عاديه، يسمعها في البيت، يسمعها في الشارع، لماذا لا يرددها ايضا في المدرسه مع الزملاء ديالو، احيانا حتى مع الاساتذه. نعم. في حالات كثيره جدا كانت تجاه الاساتذه، خاصه اذا كان هذا الاستاذ ايضا، وللاسف ان هناك بعض السلوكات العنيفه ايضا من طرف الاساتذه، يكون هناك رد الفعل من طرف التلميذ، خاصه في مرحله المراهقه وهي مرحله صعبه جدا وحرجه جدا مفصليه بالنسبه للتلميذ. وفي الغالب الحالات العنف تتمركز بشكل كبير جدا في المرحله الاعداديه، هذا من خلال مجموعه من الاحصائيات ومجموعه من الدراسات الميدانيه. نعم. طيب دكتوره برقاش، يعني نبقى دائما في هذه النقطه ديال التمظهرات، يعني هناك ربما على ما يبدو تداخل هذه التمظهرات ما بين الاكاديمي اللي هو ربما كيعني الشق ديال التربوي التعليمي، انفعالي، نفسي، اجتماعي، هناك ربما تداخل في التمظهرات. تماما تداخل، لان قالت الاستاذه عائشه باش ما تفوتنيش الفرصه على ان كيفاش مثلا الطفل لما كيعاني من العنف، لان العنف هو كذلك طريقه ديال الطلاق، ويا الطريقه كذلك لما كتخوي بهم ما كتقومش بالدور ديالك كأم وكأب، احباط، يصابون بإحباط، والعنف كيزيد يكبر، لان الاسره يعني اللي كتحيط بالاسره النوويه كتاخذ موقف دائما مع الضحيه، ولما كيمشي لان كيكرهوا ومدير للاطفال تتكلم لهم بخطاب اللي كيسئن الاب ديالو. نعم. مهما كان الاب ديالو، لانه كيحافظ بديك الاشياء اللي هي داخليه ليه، الاسره كتدخل، شوفها كياكل بحال الباب هذيك، السخط الباب هذيك كذا كذا الى اخره، كتجرحوا كتجرحوا. نعم. ومن بعد كيبدا ينطوي على نفسه في حال اللي قال يصاب بالانطواء والعزله، ما كيمشي للمدرسه كيشوف الاباء كيجوا من مورا التلاميذ او الى اخره، ولا جيب الاب جيب، والاب ما كيحضرش كيعيش بجرح. وإلا كان العنف داخل المؤسسة، لأن العنف كيتسلط كذلك على الضعيف حتى من بين الأطفال اللي ما عندوش اللي يحميه، يعني كيزيد يعيش. إذا بالضرورة دكتورة، عفوا دكتورة برقاش، يعني هل يعانون بالضرورة من هذه الانحرافات السلوكية داخل المؤسسة؟ موجودة دائما، كاين اضطرابات سلوكية كتجي مباشرة، ولكن كتجي هذيك عندها واحد الدلالة ديالها هو طلب المساعدة،
نداء استغاثه. نداء استغاثه، لان الطب هي كاينه ثلاثه المستويات، كاينه ظواهر كتجي في البدايه ديال الطلاق، اي طلاق. اللي فيها مثلا كيقول لك ما نمشيش نشوف الاب ديالي، اضطرابات في النوم، كوابيس الى اخره، ولكن كيمشي والزياره كتكون وما كيوقع والو. لا، لو انتظرنا ما نكونوش داغيا نبداو نقولوا اي طلاق كيعطي نتيجه سلبيه، احيانا كيكون حل. من بعد كاين المستوى المتوسط اللي كتكون أعراض، أحيانا كيمكن يكون التبول الليلي، كاين واحد النوع ديال الركود اللورا، التبول الليلي يعني تقدر تكون أعراض اللي هي نفسية عضوية عضوية جسدية اللي كيتطلب بها الاستغاثة كذلك. ولكن أحيانا كتوصل لدرجة في المستوى الثالث اللي كتكون الخطورة ديالها، يعني لما كتفرض على الطفل الزيارة يمشي عند الأب ديالو كيتصاب بأزمات حادة. اللي يمكن يعني كتلحق به ضغط كبير. هادشي كامل عنده نتائج وخيمه على المستقبل ديالو، على المدى البعيد، في الاختيارات ديال الزوجه ديالو. نعم. في التصور ديالو للحياه، ربما يقدر يعمل اعاده الانتاج ديال داك السلوك، عندك سلوكيات كيخلق له الولاء. شكون لي هاد المراه اللي ماشي تكون افضل من الام ديالي اللي عانت؟ نعم. اذا كيخلق هادشي، ولما ما كنسلطوش الادواء بصفه شموليه كنخطاو، لان كنتجاوزو كنمشيو فقط واحد التوجه هو احادي غير. نعم. على الشخص، وكنقولوا فيكتيم الطفل ضحيه، ولكن كنقولوا ضحيه بواحد الطريقه اللي هو فاعل كذلك. نعم. في الشيء، ولا شفناه ضحيه غنقولوا ما يستطيع يعمل والو، ولكن الا شفناه قادر يمكن نخرجوه. على هذا الشيء، على هذه وجهات النظر. نعم. بمعزل. طيب، اذا المؤشرات التي يمكن ان تنذر بان هناك هذا التناظر بالنسبه للابوين، وليس فقط بالنسبه مثلا لكم دكتوره، انتم من اهل الاختصاص، لكن شنو هي المؤشرات بالنسبه للناس العاديين، يعني ان هذا الطفل يعاني من تناظر؟ في الحقيقه انا الاهل ديالو ربما الجده الجد الخال الناس كيطلبوا. نعم. مساعده. واش عندنا البنيات الكافيه؟ راه هي تكلمت على الاستاذه. نعم. لان عندنا قوانين كما قال الاستاذ، ما كنشكش فيها، عندنا قوانين ممتازه. واش كاين التفعيل ديال القوانين؟ نعم. فهمتي؟ لان مثلا بعض البلدان الى النصيب اللي خصك تدفع عن ابنك ما يدخلش في الحساب ديالو 24 ساعه، راهم يجيو يرفعوك. هذا اكراه. اكراه تماما. كتبقى السيده تبدا تشكي وكتسناو شهر وشهرين وثلاثه. صح. كتزيد تعزز ديك النظره اللي عند الطفل بلي الام ديالو ضحيه، راه كتعاني وكتتعذب، يعني التبعيه للعائله ديالها كتبدا. لما كتصبح التبعيه كتفقد شخصيتها وكتصبح تحت الحضانه وكتولي في حقته، كيولي كيفقد ديك التراتبيه اللي كيحتاجها. هي انها ام. تماما. كيولي مطلوب منه هو يحميها. نعم. كتبدل الادوار في بعض الاحيان. تقال لا دابا الحمد لله، علاش غنجوج انا عندي راجلي وكبر لي وعيبدا يحميني ويبدا يعمل. وهذا هذا هذا يجب يعني ربما وضع تحته سطور. تماما تماما. هذا ربما خصو حلقه على ما يبدو. تماما. لان احنا عندنا هذا كي ما نعرف كنقبلوه. صح. لان انا كنقول لك دابا، لان هذا هو بدل ما خصك تعيش اللي خصك تعيشه. صحيح. السن المراهقه العويصه خصو يبني. طيب دكتور، اول مؤشر ربما بالنسبه للمشاهدين، اول مؤشر ينذر بان هذا الطفل يعاني، كيعمل نداء استغاثه. اول مؤشر. اولا كيبدا يتكلم على باباه بجميع داخل المؤسسه وداخل يعني البيت وداخل داخل المؤسسة. لا، داخل المؤسسه ما كيقدرش يتكلم قبيح على باباه، ولكن كيتكلفوا صحابي الحسنه اللي كيتكلموا له على باباه. لان كنبدا نقولوا مسكين باباه، سامح فيهم وعمل لهم هذا، كيقول الطاقم التعليمي وداك الشيء. حاجه احنا عندنا كما سبقنا قلنا، كاين الناس كتتدخل اي لحظه في اي شيء بلا ما يعرفوش شنو ديك التدخل، كيكون اصعب من الحدث. كيلبسوا قبعات اللي هي ماشي ديالو. تماما تماما. اذا كيعاني، اش كيعمل؟ وسيله الدفاع هو كينكمش على راسو، او وسيله الدفاع هو كيلتجا للاطفال اللي هما مشاغبين ولا كيقوموا باشياء ولا كيتحداو. نعم. يعني كيجي نوعا ما كينتهك
القوانين ديال اللعبه باش يظهر باش يحقق ذاته بطريقه انعواجيه اللي احنا ما قدرناش نعطيوها له باش يحمي نفسه بدل ما كنبداو نتكلموا عليه هذا هو اللي باباهم سمح فيهم كنقولوا هذا لان وشاغب وكيعملوا كذا وكذا يعني كيكون في الاكتيف ما كيكونش في الباسيف وكنخرجوا عليه بلا ما نشعر. ونعود من جديد مع الاستاذ محمد زردالي رصد الاكراهات التي يمكن ان تحول دون تطبيق المقتضيات القانونيه نستمع ونعود لكم. هو بالنسبه للاكراهات اللي كتحول امام القضاء دون انه يفعل بعض المقتضيات القانونيه اللي كتحمي النمو الطبيعي ديال الاطفال لا بد من الاشاره اولا الى انه الدستور المغربي في المقتضيات ديالو الماده 32 تيقول بانه الدوله خاصة تحمي حمايه قانونيه لجميع الاطفال والاعتبار الاجتماعي لجميع الاطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائليه. هنا راه كنتكلموا على الاطفال بجميع الشرائح ديالهم بجميع الانواع ديالهم. الدولة خصها تقوم بحماية قانونية ديالها. هذه الحماية القانونية في المقتضيات القانونية اللي كاينة سواء في مدونة الأسرة أو في قانون الحالة المدنية أو في قانون الجنسية أو في قانون الكفالة لأننا كنتكلموا على قانون كفالة الأطفال حتى هو فيه مقتضيات قانونية هاد اللي هي ما كتسعفش باش نحميو الأطفال المكفولين. هاد القوانين بربعة خصنا نعيدوا فيهم النظر ونرفعوا من السقف ديال المقتضيات ديالهم باش تولي في مصاف المقتضيات الدستوريه اللي كيشير لها المشرع في الماده 32 اللي شرط لها سابقا. الاليات المشرع المغربي كاين اكراهات من بينها الاليات المشرع المغربي في الدستور ديال 2011 اللي هو في الماده 32 شار انه راه غادي تحدث واحد الهيئه او واحد المجلس المجلس الاستشاري سماه المجلس الاستشاري للاسره والطفوله. هذا المجلس المشروع ديالو كاين حاليا قريب يخرج للوجود. هذه من الاليات حنا بالنسبه لينا باش يمكن للقاضي يحمي الاطفال اللي كيكونوا ضحايا ديال النزاعات ديال الاباء ديالهم سواء اثناء العلاقه الزوجيه او بعد انتهاء او حتى في الحالات ديال الوفاه ديال الاباء ديالهم او الاطفال المكفولين او الاطفال في وضعيه اعاقه او الاطفال ديال المهاجرين او الاطفال ديال اللاجئين. ما نساوش حنا قضاه راه ديال الانسانيه ماشي قضاه غير ديال المغاربه وغير ديال المسلمين. حنا راه قضاه ديال الانسانيه ككل. ملي كيجي عندي واحد الحاله معينه خصني نلقى لها واحد المقتضى قانوني اللي يمكن يحميها في ظل هذاك النزاع اللي معروض عليا. لكن انا بالنسبه ليا كقاضي كنلقى عراقيل او مطبطات او قيود قانونيه ما كتسعفنيش باش انني مثلا ناخذ واحد الاجراء اللي ممكن يكون في صالح هؤلاء الاطفال اللي كيكونوا ضحايا ديال هاد النزاعات اللي كتكون تتنشا ما بين الاباء ديالهم. من بين الاكراهات كذلك وهذه دائما تنقولها اتحمل فيها مسؤوليتي أن القضاة لا بد لهم من التكوين والتكوين المستمر خاصة في المجال الحقوقي لأن القانون بوحديته ما كافيش. القاضي خصو يكون عنده واحد التكوين شمولي باش أنه يسعفو يحمي الأسرة ككل اللي هي نواة ديال المجتمع ويحمي الأفراد ديالها ويحمي الطرف الضعيف فيها اللي هو الطفل. إذن على ما يبدو كل من الدكتورة برقاش والأستاذة مسيدي يعني متفقان مع الطرح ديال الأستاذ. طبعا الحال المشكل في الحقيقة أنا جد مصغورة في السماع ديالو لأن لأول مرة كنسمع على أنه كيقول ضروري لأنه كيخص التكوين والتكوين المستمر باش نواكبوا العصر لما كتكون عندنا مسؤولية. أنا قلت الناس اللي معنيين هما في هذا التناظر هما الطفل يعني داخل الاسره ديالو مع الاسره ديالو هما المهنيين اللي كيلتفوا حولهم كيتدخلوا هما المؤسسات التعليميه هو الفضاء العمومي باش انه كتحط البلديات الى اخره باش يمكن هذا الطفل يعيش واحد اللحظه ديال هو كذلك لان يكون عنده واضح عند الطفل الى خفقه الاباء ديالو باش في الحمايه ديالو كاين البديل اللي هو القطع على شي تكلمت على حق الانسان انما ماشي اي واحد يقدر يكون عنده هاد الميكانيزمات متقونه للانصات لان الانصات عنده سيف ذو حدين كيخص التكوين ماشي التكوين على المضمون اللي باش تقوم به التكوين على الذات لان الطفل كيزعزع فينا اشياء ديالنا خبايا ديالنا ولاء ديالنا فجاه كيفجروا لك واحد الطفل
نعم. احنا كنقولوا الا شفتي شي جوج الناس ما عندهم شغل حط لهم واحد المراهق يعني كي قلبك كيخرج لك حتى النقودات كامله اللي كتقول تجاوزك. اذا كيخص الانسان تكون عنده قدره على ان واعي بالمعاناه وبالحدود ديالو. وعاد التكوين كمعرفه اليوم الان مثلا الوساطه اللي تطرحت لي عندها اهميه. نعم. يعني الوسيط كيكون عنده تكوين 4 سنين 5 سنين ماشي يعمل شهرين في شي جمعيه يقول انا عندي الدور الوسيط. في القضاء يعني في هذه الطلاق في جميع الدول الاوروبيه كاين الوسيط كيتدخل وكاين القاضي لما كيكون عنده امكانيه يعني توافق كيدخل ماشي كعدو كيدخل كوسيط. نعم. لان كيقدر يشبر وعنده واحد السلطه اللي يقدر. وطرح كذلك واحد الحاجه اللي جد مهمه هي التفعيل القوانين. هذه كنشكر عليها لان اللي طرح. طيب استاذه عائشه يعني ما تعليقك على المداخله ديال الاستاذ محمد الزردة وهل فعلا يعني هناك ربما اكراهات يعني تحول دون هذا الحل يعني اللي ربما اتفقتوا عليه كلكم في هذا النقاش؟ اكيد ان منين كنجبروا ان قاضي كيتكلم وكيقول ان عنده اكراهات فما بالك باستاذ في مؤسسه تعليميه عنده واحد مجموعه مراهقين من اوساط اجتماعيه مختلفه خلفيات مختلفه ظروف لا فكريه ولا اقتصاديه مختلفه ايضا اختلاف الخلفيات. ونطلب من ذاك الاستاذ هو انه يشخص لنا الحالات ويعالجها في نفس الوقت. في الغالب ان هذاك الاستاذ هو اللي مطلوب منه انه يعالج ديك الحالات لان ما عندناش مؤسسات ما عندناش ناس مختصين في المؤسسات التعليميه ديالنا. نفتقد الى المساعدين الاجتماعيين، نفتقد الى مختص في الصحه النفسيه. نحتاج الى من يستمع لهذا الطفل كمؤسسة اللي هي وزارة التربية ربما الوطنية. ربما كتلقاو الصعوبة مع الوالدين عند إخبارهم بهذا الموضوع. إذا نحاول أن نجد بعض الحلول التي نعم. أسميها هي حلول ترقيعية بالدرجة الأولى. نعم. لكي نستمع لهذا الطفل نكون مجموعة من الأساتذة ونعطيهم هذه الصفة ونطلب منه أن يستمع لهذا الطفل وأن يجد حلا لمشكلته مع العلم أن في الغالب هذاك الأستاذ اللي كيعمل ذاك التكوين ديال الاستماع وكيبدا يستمع الأطفال نعم. في النهاية هو اللي كنبداو نستمعوا له هو اللي كيمشي عند المختص في النهاية. نعم. لأنه هو ماشي مختص كنطلبوا منه شي حوايج اللي في الحقيقة ماشي الاختصاص ديالو ما تلقاش تكوين عليها ما يمكنش أنه يعمل شي حاجة اللي هي اللي خصها تعطي الأمور لذوي الاختصاص. إذا مؤسساتنا التعليمية هي في الحقيقة متروكة لحالها كنمشيو باللي كاين. نعم. طيب ربما كنحاولوا اننا نجتهدوا باش نوجدوا حلول، نحاولوا اننا نفجروا الطاقات ديال الاطفال في مجموعه من الانشطه باش نحاولوا نخرجوهم من ذاك الجو فقط لا غير. طيب دكتوره برقاش نود الان الوقايه. الوقايه اللي هي ربما تمهد لي الحد او فعلا هي الحد من يعني استفحال هذا التناظر قبل ما نوصلوا للعلاج اللي هو يستعصي يعني مع الوصول ل لا ما كاينش لا يستعصي الادمغه ديالنا تستعصي لان ما كنشوفوش لان لما كتشوف شي واحد قدامك فكر انا حبت تدخل الاستاذ لما قال كنرجعوا كل شيء للاصل الاطفال. نعم. اذا كان طفل انا مسؤوله عليه مهنيا او انتينا من وسائل الاعلام او يمتى احنا مسؤولين ما يمكنش نتملصوا جميع الاطفال بغض النظر على اي عرض عندهم او الانتماء ديالهم العرقي او ما كيهمش يعني هما اطفال المسؤوليه ديالنا. صحيح. امانه في عنقنا باش نضمنوا استمراريه المجتمع والا ماشي نموتوا. ما تبقى لنا حتى شي مكاينش اللي يجدد دم جديد. اذا من هذه الناحيه هذه كتكلم على الوقايه كنقول انا اولا هو في الزواج. ربما غير الحد من هذا الهدر الهائل لهذا الالم للمعاناه يعني قبل ما نوصلوا للمرحله ديال العلاج. نعم العلاج هي نشجعوا الناس على ان يحلوا المشاكل في الوقت الملائم يعرفوا يجوجوا. نعم مهمه. ويكتشفوا ديك المكونات ديال الحب شنو هو الحب؟ وعلى يخرجوا من العائلات ديالهم كل واحد يخدم عائلته باش تقبل له الشخص اللي اختار
يكون القبول، ما نقولوش ما كيهمناش، احنا كنحبوا بعض وما كيهمناش. الا حلينا هذه حتى الا لقات مشاكل ولا نفصلوا، كيكون اولا حنا مسؤولين على راسنا، ثانيا كيمكن نفشلوا كازواج ولكن كنحتفظوا بديك الدور على ان حنايا الابوين وما كنتعكسوش، لان الحياه صحيح. ديالي عامره، حياته عامره، وهادو اطفال ماشي ملكيه خاصه. ماني منعمل انا بالطفل ملكيه خاصه، هذا ملكيه دراسو، ملكيه المجتمع، ملكيه ديالنا بجوج. اذا نحاولوا ما امكن يكون شاد. انا اظن الوقايه هي كتبدا من قبل ما يجيو الاولاد، فكيخ ما تجي الفرصه الانسان يلح ويساعد ولادو يختاروا مع من ماشي يعيشوا ويوفق لهم وما يتدخلش بزاف. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، في حاله موقع هذه القضيه ديال الطلاق، كنفكر انا من الضروري على ان الاسره الموسعه ولا الام ما تجرمش الاب ديال الطفل، والاب ما يجرمش المراه ديالها، لان غيخلصوا الثمن من بعد غالي. طيب استاذه عائشه، نختم معك بتوصيه لكل الاسر الان اللي كيشاهدونا. توصيه اكيد انها لن تخرج على ما قالت الدكتوره، ان الانسان عندما يريد أن يؤسس أسرة لابد بأن يكون نفسه أولا، أو إذا كان ممكن علاش لما لا الدولة تعمل دورات تكوينية للمقبلين على الزواج، كيفية التعامل مع الأطفال، كيفية التعامل مع الزوج، لكي لا نصل إلى هذه المشكلة. وفي الأخير كإطار في وزارة التربية الوطنية، أدعو إلى الاهتمام بالمدرسة، لأن كما قلنا أن المدرسة هي التي يقضي فيها الطفل أكثر وقته، وبالضرورة أن نهتم بها أكثر. شكرا جزيلا. الشكر موصول لك دكتورة أمينة برقاش، شكرا على الحضور. الشكر أيضا وممتنة لقبول دعوة برنامج بصراحة الأستاذ عائشة مسيدي. الشكر أيضا للأستاذ محمد زردة، كان معنا خارج بلاتو. إذا إلى هنا نصل معكم مشاهدي إلى ختام نقاشنا لليوم، ونحن على وعد اللقاء بكم غدا في نفس الموعد، نلقاكم بكامل المحبة.